نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، والبداية بالعناوين. 18 شهيدا في تعز، والمقاومة تتقدم غرب المدينة وشمالها. سيمرون حتى تحرير كامل منطقة الزنوج. الجيش والمقاومة يسيطران على مراكز مديريات عسيلان وحريب والمتون. المبعوث الأممي في صنعاء يتحدث عن أجواء إيجابية وبناء لاستئناف المحادثات. أهلا بكم. قال رئيس اللجنة الطبية العليا في محافظة تعز الدكتور فارس عبد الغني لقناة بلقيس إن عدد الضحايا المدنيين في القصف المدفعي الذي نفذته ميليشيا الحوثي ارتفع إلى 15 شهيدا، وأشار عبد الغني إلى أن عدد الجرحى بلغ 38 بينهم نساء وأطفال، حالة عدد منهم خطرة. وشنت الميليشيا خلال الساعات الماضية قصفا مدفعيا مستهدفة أحياء سكنية ومراكز تجارية في شارع 26 وسط المدينة. عام كامل على قدوم ميليشيا الحوثي والمخلوع إلى تعز. بمثل هذا اليوم من العام الماضي دخلت تعز دائرة المجازر المفتوحة للميليشيا، بل والمستمرة، آخرها مجزرة راح ضحيتها أكثر من 15 مدنياً و38 جريحاً، وما يزال العدد في ارتفاع بحسب رئيس اللجنة الطبية العليا في تعز الدكتور فارس عبد الغني. يكثف الحوثيون قصفهم العشوائي أحياء متفرقة آهلة بالسكان، خاصة بعد فقدانهم السيطرة على مناطق استراتيجية كانت تقبع تحت سيطرتهم وهزائمهم الثقيلة على الأرض في الأيام القليلة الماضية، ليجد المواطنون أنفسهم تحت مرمى أسلحة الميليشيا من قذائف الهون والمدفعية، فيما يشبه العقاب الجماعي للخسائر الكبيرة في ميدان القتال. لا تكف المستشفيات في تعز عن استقبال الجرحى ولا عن العمل، حتى وهي تفتقد لأبسط المقومات الضرورية من المستلزمات الطبية في ظل هذه المجازر شبه اليومية، فالدم لا يتوقف فيها، ولا يفلح الأطباء بذلك ولا أولئك المقاومون في الميدان عند إرادتهم دحر الميليشيا لتنتهي مظاهر الموت وتختفي عن المدينة، فيما يفلح الحوثيون كل مرة في استخدام أساليب جديدة للانتقام من تعز وأبنائها ولو عن بعد، فلديهم الكثير من الطرق المتبعة في ذلك، وما هذه المجزرة إلا واحدة منها. وفي سياق متصل، قال مراسل بلقيس في مديرية الوزعية إن 3 مدنيين استشهدوا وأصيب 6 آخرون في قصف صاروخي لميليشيا الحوثي على مركز المديرية غربية تعز. إلى ذلك سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على جبل الراجلة الواقع في الجهة الشمالية من المديرية بعد معارك عنيفة مع الميليشيا. وعلى صعيد متصل، سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على معظم جبل الهان الاستراتيجي غربي مدينة تعز. وقال القيادي في المقاومة عبد حمود الصغير إن الجيش والمقاومة سيطرا على معظم جبل الهان الاستراتيجي في الجهة الغربية لمدينة تعز بعد معارك عنيفة مع الميليشيا. وبحسب مصادر محلية فإن المعارك لا تزال مستمرة بين الطرفين، مخلفة قتلى وجرحى من الجانبين. وفي الجبهة الشمالية من مدينة تعز تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة على مواقع عدة في منطقة الزنوج. مزيدا من التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا حمزة أمين. لا زال أبناء المقاومة الشعبية والجيش الوطني بمدينة تعز يعيشون انتصارات متتالية، فاليوم وتحديدا في الجبهة الشمالية للمدينة دارت اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة استطاعت من خلالها المقاومة الشعبية والجيش الوطني من إحكام سيطرتهم على مواقع كانت تقع تحت سطوة الميليشيات الانقلابية بمنطقة الزنوج. اليوم استطاع أبطال جبل قرة منطقة الزنوج من تطهير بعض المباني جوار مدرسة عبد الله المبارك وجوار الخزان، ويقدمون الشهداء والجرحى، ومستمرون حتى تحرير كامل منطقة الزنوج ثم جبال وحش ثم قطع خط الإمداد في منطقة
50. الهجوم المستمر على معاقل الميليشيات في هذه المنطقة يأتي من أجل قطع الإمداد الذي يصل من شارع 50 إلى الجهة الشمالية الغربية من معسكر الدفاع الجوي. معارك حي الزنوق تؤثر بشكل كبير على الدفاع الجوي، حيث أننا نعتبر ظهر شرق للجبل للدفاع الجوي. بجهتنا نؤمن ظهر المقاومة الموجودة في داخل الدفاع الجوي في أكثر من موقع. أيضا إذا سنتمكن إن شاء الله بعزيمة الشباب من الوصول إلى 50 وقاطع الإمداد الذي يصل إلى الدفاع الجوي الذي كان حكرا على علي عبد الله صالح وزبانيته. اشتباكات عنيفة وتقدم مستمر يحاول من خلاله شباب المقاومة الشعبية مسنودين بالجيش الوطني احكام سيطرتهم على هذه المنطقة وقطع خطوط الإمداد عن الميليشيات الإنقلابية. حمزة أمين، قناة بلقيس. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من تعز المتحدث باسم المقاومة العقيد منصور الحسيني. مرحبا بك سيادة العقيد، وماذا عن تطورات الأوضاع والمواجهات في الجبهة الغربية وخاصة في جبل الهان؟ مرحبا بك أختي الكريمة. دارت معركة شديدة اليوم بين رجال المقاومة وأبطال الجيش الوطني وميليشيات الحوثي والمخلوع في حي الزنوق، وتمكن الأبطال من التقدم والسيطرة على مدرسة ابن المبارك وبعض المباني، وكبدوا العدو خسائر فادحة. ودارت أيضا معركة في أسفل المطار في المحور الغربي، وتمكن الأبطال من التقدم باتجاه الشمالي والسيطرة على المقبرة المطلة على مصنع السمن والصابون. ودارت معارك شرسة في جبل هان، وتمكن أبطال المقاومة من يعني شبه السيطرة على جبل هان وبقى بعض الجيوب. لا زال الأبطال هناك يطهرون الموقع بكامله. ودارت أيضا معارك من ليلة أمس في جبهة الضباب، حاول فيها العدو العودة والوصول إلى الخط الرئيسي في الضباب، لكن رجال الجيش والمقاومة الشعبية تمكنوا من صده وتدميره عشرات القتلى والجرحى وتدمير بعض المعدات. وأيضا نفذ الطيران تحالف ضربات مركزة تمكن من تحقيق أهدافه يعني بدرجة عالية جدا في الجبهة الشرقية والجبهة الشمالية والجبهة الغربية، ودمر بعض المعدات وسقوط جرحى وقتلى في صف العدو. نعم، والمعارك تشتد في كل اتجاه في جبهة تعز. نعم سيادة العقيد، ما هي الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها جبل الهان، وكيف سيؤثر على سير العمليات خلال الأيام القادمة؟ جبل هان يمثل هو من التباب ذات الأهمية الحيوية في المنطقة الغربية وبالنسبة للجيش الوطني، بحيث أنه يسيطر على الخط الرئيسي الممتد من برباشة إلى التربة، ويسيطر على معسكر اللواء 35 سيطرة كاملة، وهو يطل على الخط الرئيسي في اتجاه مفرق شرعب والسم والصابون. فهو يعني موقع هام جدا بالنسبة للمقاومة. إذا المقاومة تمكنت من السيطرة عليه ستحافظ على المكتسبات التي حققتها والانتصارات، والحفاظ على الخط الرئيسي آمنا من أي عودة إلى الحوثيين، وتحافظ على المعسكر والمطار القديم لأنه يعتبر من التباب التي تؤمن المعسكر وتحميه باستمرار. نعم، إذن العقيد منصور الحسيني المتحدث باسم المقاومة كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. وإلى شبوة، حيث سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مركز مديرية عسيلان النفطية في إطار عملية عسكرية واسعة بدأتها أمس السبت ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع. وقال المتحدث باسم محافظة شبوة سالم صائل إن قوات الجيش الوطني والمقاومة سيطرة كليا على مركز مديرية عسيلان بعد معارك بين الجانبين أسفرت عن مقتل 13 من الحوثيين وعنصرين من أفراد المقاومة وجرح آخرين من الجانبين. We'll be right back.
وفي محافظة مأرب سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مركز مديرية حريب جنوب شرق المحافظة. وقال المتحدث باسم اللواء 26 مشاة عبد الوهاب محيبح لقناة بلقيس إن قوات الجيش الوطني والمقاومة سيطرا على مركز مديرية حريب بما فيها من مباني حكومية ومواقع الحشفاء والقناصة والقلعة. وأكد محيبح أن العمليات العسكرية متواصلة وأن القوات تمشط عددا من المواقع في أطراف المديرية وتتقدم باتجاه مديرية بيحان المجاورة لحريب. وفي السياق ذاته قالت مصادر محلية إن قوات الجيش الوطني والمقاومة بدأت تقدمها باتجاه مديرية بيحان التي تربط بين محافظات شبوة ومأرب والبيضاء. وبحسب المصادر فإن المعارك مستمرة في أطراف المديرية وتدور تحت غطاء جوي لمقاتلات التحالف العربي. شعبتم صباحنا أيها المقاتلون. تحقق القول الذي رفع صباح السبت، أصبحت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مشارف بيحان بعد سيطرتها شبه الكلية على حريب وعسيلان بين مأرب وشبوة. أول ما أبشركم بالنصر اللي لابد منه ومحتوم، وفي هناك ثلاث ألوية في بيحان قد الحضر لها فترة، في حريب لواء وفي شرق بيحان لواء وفي أسفل بيحان لواء. خلال يومين فقط أنجزت العملية العسكرية التي انطلقت لتحرير ما تبقى من مناطق شبوة ما لم تنجزه خلال الأشهر الماضية. تشكل حسم معركة عسيلان وحريب بداية رسم معالم جديدة في الخارطة الشرقية بوصفها عنوانا لمعركة ستحسم قدرة الميليشيا تماما على التحكم بمنابع النفط والتهريب. في معركة ما قبل السيطرة الكاملة على عسيلان وحريب شارك فيها طيران التحالف، قتل 13 عنصرا من ميليشيا الحوثي وأسر 7 آخرون، فيما أصيب نحو 30 من رجال الجيش والمقاومة بإصابات متفاوتة. تحرير المنطقة النفطية التي تقع في الجهة الغربية من شبوة يعني تحرير وتأمين أهم حقول النفط ومواقع عدة لشركات عالمية، كما تمهد الطريق للسيطرة على بيحان آخر معاقل الميليشيا. تستمر قوات الجيش الوطني في تطهير المناطق شبرا شبرا من جيوب الميليشيا، وتعبد القوات طريق زحفها نحو تحرير كامل مناطق شبوة وما تبقى من مناطق مأرب بما في ذلك بيحان ومن ثم صرواح. قلب الصحراء حتى الآن لا يسع سوى الفرحة بنهار ختم فترة من الإنجازات العسكرية شرق البلاد. يدرك الجيش الوطني والمقاومة تماما أن الحرب لن تضع أوزارها غدا، فالإبقاء على تأمين منابع الثروة والطاقة يعني قطع إمدادات الميليشيا تماما وسد منفذ مرور الأسلحة والمشتقات من المنطقة الساحلية في شبوة وحضرموت إلى البيضاء الخاضعة لسيطرتها. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من شبوة المتحدث باسم السلطة المحلية سالم صائل. مرحبا بك سيد سالم، تتحدث الأنباء عن تطورات القتال والمواجهات في جبهات عسيلان، هل نستطيع القول أنه تم إحكام السيطرة كليا على مديرية عسيلان؟ شكرا لكم. ما أذكر المعارك لا زالت مستمرة حتى يعني ساعة الخبر. نعم. والمواجهات يعني حصل تقدم يمكن ان تم السيطره على مركز المديريه الذي يعتبر مركز استراتيجي بالنسبه لوضع الشركات النفطيه العامله بتلك المديريه. نعم. ومنذ صباح اليوم لا زالت الاشتباكات مستمره وفي تقدم الجيش الوطني وتراجع لميليشيات الحوثي وصالح في كل الجبهات. نعم. بالنسبه لبيحان نعم اكمل. تفضلوا. بالنسبة لبيحان، ما هي الأهمية الاستراتيجية للمديرية؟ هل يعني سقوطها إنهاء تواجد الميليشيا في محافظة شبوة؟ بالنسبة للسيطرة على مدينة عسيلان أهميتها بحكم أنها تتواجد فيها الشركات النفطية، وأصبحت الآن بعد السيطرة على مركز المديرية يعني مؤمنة الشركات النفطية العاملة في المديرية، وكذلك يعني تجاورها المديرية يعني صافر النفطية في محافظة مأرب. نعم، إذن سيد سالم صائل المتحدث باسم السلطة المحلية كنت معنا عبر الهاتف من شبوة، شكرا جزيلا لك.
وإلى محافظة الجوف، حيث سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مركز مديرية المتون. وقال مستشار محافظ الجوف أحمد البحيح إن القوات أحكمت سيطرتها على المقار الحكومية في مركز المديرية بعد معركة عنيفة مع الميليشيا. وقال شهود عيان إن الجيش والمقاومة نصبا نقاط تفتيش في مناطق معيمرة ومزوية ومدخل السرحات بالمديرية عقب هجوم واسع على مواقع للحوثيين والمخلوع. وفي سياق متصل، أصيب 4 من مرافقي محافظ المحافظة حسين العواضي في قصف صاروخي لميليشيا الحوثي والمخلوعة. وقالت مصادر محلية لقناة بلقيس إن الميليشيا قصفت بصواريخ الكاتيوشا مبنى المجمع الحكومي بمديرية الحزم الذي يضم سكن المحافظ، ما تسبب بإصابة 4 من مرافقي المحافظ، حالة 2 منهم حرجة. تاريخ 10 أمام مبنى المحافظة. شنت طائرة التحالف خلال الساعات الماضية ما يقارب 8 غارات على أهداف للميليشيا في العاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت أحد المواقع القريبة من حي النهضة شمال العاصمة، بالإضافة لقاعدة الديلمي وجبل نقم ومعسكر الحفا وفج عطان جنوب العاصمة. كما شن التحالف سلسلة غارات جوية على أهداف للميليشيا في تعز وشبوة ومأرب. قال مراسل قناة بلقيس في عدن إن الاشتباكات بين القوات الأمنية ومجاميع مسلحة تجددت في محيط جولة كالتكس بمديرية المنصورة، ويأتي ذلك بعد أيام من الإعلان عن سيطرة قوات الأمن على الأوضاع في المديرية التي شهدت توتراً عشرات الحوادث الأمنية التي شهدت توترا وعشرات الحوادث الأمنية والاغتيالات التي طالت عشرات الضباط والمسؤولين المحليين. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا آدم الحسامي. دوار مروري أم صورة مصغرة لهذه المدينة، جولة كالتكس في قلب عدن تحت سيطرة الدولة بعد النجاح الملحوظ للحملة الأمنية في مديرية المنصورة. قبل ذلك وفي الأشهر الأخيرة لم يعد أسفلت هذه الجولة شاهدا على الإطارات والأقدام التي تمر عليه وحسب، بل شهد العديد من عمليات الاغتيال والتفجيرات أكثر من مرة يعني اغتيالات، ورجعت الجولة حتى دي مخيفة. في إطار استهداف كوادر الدولة وقياداتها عسكرية كانت أو مدنية من قبل جماعات الإرهاب ومن يقف وراءها. الاشتباكات بين الفينة والأخرى كانت تحدث في هذه الجولة، وفي الحملة الأمنية الأولى انتهت الاشتباكات باحتراق هذا المركز التجاري، لكأن هذه الجولة صورة مصغرة من الوطن ككل. هي الوضع فيها سيء جدا، طبعا انت عارف الحركات المريبة دي يوميا المسلحين. كانت داخل هذا الدوار لا يضمن الخروج الآمن، كأنه فخ إجباري. العشرات من عمليات الاغتيال وبوتيرة شبه يومية جعلت منه شيئا مألوفا لا يعكر ازدحامها رغم تضرر العديد من المحال التجارية. تباين خلاص معاجي حتى يقيس المحل فاضي، المحل كان يكون مليان يقيس الأسبوع فاضي يفقعوا الناس خوف، أنا ماشي أمان. الباعة الجائلون لا يجدون موقعا أهم من هذه القناة التي تربط بين مديريات عدن، ولا شيء يوقفها عن استقبال وضخ السيارات والعابرين عبر الجسر الذي أنشئ أواخر الخمسينيات، وأنشئت على إثره الجولة المسماة باسم شركة نفط أمريكية كان مقر إدارتها في الموقع ذاته. على مقربة منها جرت محاولة اغتيال محافظي عدن ولاحق بسيارة مفخخة وهم متجهون إليها للعبور إلى مديريات جنوب عدن الأكثر تأمينا من مديريات شمالها. وبين هاتين الجهتين كان دوار كالتكس يقف كقنطرة مرعبة. مدير شرطة التواهي أثناء مروره كان آخر من اغتيل في هذه الجولة الواقعة ضمن مديرية المنصورة، إذ كانت رازحة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية. تم السيطرة على كالتكس وتم تصفية المنصورة من قوى الردة والذرال، والآن الحمد لله كما أنتم شايفين. أخيرا وبعد مرور أسبوع على بدء الحملة الأمنية الثانية وما دار فيها من معارك، تعود الحركة إلى هذه الجولة مع شعور بالأمان لتواجد قوات تمثل الدولة بدلا من تربص جماعات الاغتيال. تعود الحركة تدريجيا إلى جولة كالتكس بعد هدوء معارك الحملة الأمنية في المنصورة، وبسيطرة قوات الأمن يوضع حد لمعضلة مؤرقة
كانت تشكلها هذه الجولة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن. أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه عقد سلسلة من اللقاءات التي وصفها بالإيجابية تمهيدا لجولة مفاوضات جديدة. وصف ولد الشيخ الاجتماع الذي عقده مع ممثلي ميليشيا الحوثي والمؤتمر الشعبي العام بالإيجابي والبناء، وأضاف أن تحضيرات جارية لإعلان جولة جديدة من محادثات السلام. وفي سياق متصل، قالت مصادر سياسية يمنية رفيعة لوكالة الأنظال أن الحوثيين أبلغوا المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ وافقتهم على المشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة. ونقلت الوكالة عن المصادر قولها إنه من المتوقع أن يتم عقد تلك المفاوضات نهاية مارس الجاري أو مطلع إبريل المقبل في دولة الكويت. وكان المبعوث الأممي وصل يوم أمس إلى صنعاء لإجراء لقاءات تحضيرا للجولة المقبلة من محادثات السلام بين الأطراف اليمنية. على الصعيد ذاته، قال المستشار في رئاسة الجمهورية ياسين مكاوي إن معظم مطالب الحوثيين تصب باتجاه وقف الضربات الجوية، في حين يطالب البخلوع الصالح فقط بمخرج آمن من اليمن. وأوضح مكاوي في تصريح نقلته صحيفة الشرق الأوسط أن الحكومة تدفع باتجاه تحقيق السلام، وفي ذات الوقت تتمسك بمطالب إجراءات بناء الثقة، مطالبا الحوثيين بتنفيذها لتسهيل البدء في التشاور. جرس إنذار أخير أو هو إعلان عبور لجولة جديدة من المحادثات التي ما يزال المبعوث الأممي يفتش عن طريق يمضي من خلاله للتوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف المتنازعة. يصل إسماعيل ولد الشيخ إلى صنعاء قادما من الرياضة التي التقى فيها الرئيس هادي قبل أن يلتقي قيادات من جناح صالح وجماعة الحوثي الإنقلابية. لكن في ظل استمرار القتال أيضا، ما تزال العديد من التساؤلات تتمحور حول مصير مستقبل العملية السياسية المرهون بالحسم العسكري أم مستقبل العمل العسكري المرهون بالحل السياسي. ففي لحظة الحديث عن حلول سياسية مرتقبة، لم تأمن الحرب استرخاء المبعوث الأممي في صنعاء ضمن جولته القصيرة. فخلال الساعات القليلة الماضية شهدت العاصمة صنعاء سلسلة غارات جوية مكثفة في لحظة لا تبدو البلاد في أفضل حالاتها وإن حضر المبعوث أو غاب. في بيان له، أعلن إسماعيل ولد الشيخ أنه يجري لقاءات مهمة في صنعاء تحضيراً لجولة مرتقبة من محادثات السلام بين الأطراف اليمنية، وقد تكون في دولة الكويت بحسب وكيل وزارة الخارجية الكويتية الذي أعلن هو الآخر في وقت سابق أن بلاده مستعدة لاستضافات مفاوضات بين الأطراف اليمنية من أجل السلام. من الواضح إذن أن المشاورات السياسية تسير ببطء ملحوظ بينما تستمر المعارك بوتيرة عالية، إذ ضيقت القوات النظامية والمقاومة الشعبية الخناق أكثر على ميليشيا الرئيس المخلوع وجماعة الحوثي، وهو الأمر الذي يساهم في تقليص نفوذ سيطرة الميليشيا على الأرض في عدد من المحافظات كالجوف ومأرب وتعز وشبوة. توفي 4 يمنيين وأصيب 4 آخرون من عائلة واحدة في العاصمة الأردنية عمان. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصادر طبية في مستشفى الحياة بالعاصمة عمان أن التشخيص الطبي الأولي يعزي سبب الوفاة لحدوث حالة تسمم ناجمة عن مركب مجهول حتى اللحظة. وقالت مصادر إعلامية إن المتوفين هم من عائلة صدام نجلي رجل الأعمال عبد السلام شمسان. وإلى محافظة الحديدة، حيث تراجعت القوى الشرائية في الأسواق الشعبية منذ بدء الحرب في البلاد، فيما لحق آلاف المواطنين برصيف البطالة، ويمثل سوق المراوعة واحدا من الأسواق المتأثرة بفعل الحرب. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. يعد سوق المراوعة الواقع بمحافظة الحديدة أحد أهم الأسواق الشعبية. يشهد السوق تراجعا كبيرا في عدد المتسوقين، إذ اضطر كثير من الباعة للتوقف عن العمل بسبب ضعف قدرة المواطنين الشرائية. الباعة يقولون إن ما يبيعونه لا يغطي احتياجاتهم ومصاريفهم، وإنه لم يعد ممكنا تحمل هذا الوضع.
أدت الحرب إلى تدهور هذا السوق، حيث كان سوقا للفقراء الذين رمت بهم حرب الميليشيا إلى رصيف البطالة. عادة الحرب إذن هي أن يتضرر منها البسطاء والفقراء. كان هذا السوق يمتلئ أسبوعيا بالآلاف من المتسوقين، واليوم لا يتجاوز أعدادهم المئات. بسبب الظروف الاقتصادية المتردية يتسع شبح الفقر والبطالة كل يوم، ولا يعلم أحد أين سيقف. يتمنى الباعة أن يعود السوق إلى حالته الطبيعية للخلاص من مشاكلهم المادية، لكن الخلاص ليس في متناول أحلامهم التي لم تعد تراودهم كما كانت في السابق. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قامت بتوصيل 11 طنا من الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية إلى مدينة تعز التي ما زالت في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أحمد شادول إن الشحنة التي دخلت المدينة تشمل مجموعات من لوازم صحية لمعالجة الصدمات وحالات الطوارئ. وأوضح شادول أن هنالك تزايدا في الاحتياجات الصحية، حيث أصبح النظام الصحي غير قادر على مواكبة المتطلبات بسبب النقص الحاد في المستلزمات الطبية والموظفين والموارد الأخرى. وإلى حضرموت، حيث اختتمت الحملة التوعوية الثالثة للوقاية من مرض الفشل الكلوي التي استمرت لمدة أسبوع وشملت أغلب مديريات الوادي. مراسلنا حداد مساعد التفاصيل. لم يتمالك الحضور في حفل تدشين الحملة التوعوية الثالثة للوقاية من الفشل الكلوي، انهمرت دموعهم وهم يشاهدون عرض فيلم قصير يحكي قصة الطفل مروان الجابري ابن 12 ربيعا، أصغر طفل مصاب بالفشل الكلوي بوادي حضرموت. أنا أبغى ألعب مع أصحابي، ما أستطيع ألعب. ليش؟ أنا تعبان مغمور. طموح في الانتظار هو عنوان الفيلم الذي يروي حكاية مروان وحلمه بأن يصبح طبيبا أخصائيا لمعالجة مرضى الفشل الكلوي. مراكز الكلى بوادي حضرموت التي نظمت الفعالية قدمت نموذج مؤلم لتحريك مشاعر الناس بغرض التعاطف مع الحملة التي استمرت أسبوع من خلال مختلف الوسائل التوعوية. فمروان الذي بدأ طليقا في الكلام مثل انطلاقة تدشين الحملة التي لاقت تفاعلا لدى فئات المجتمع تعد الثالثة للتوعية بهذا المرض وتستمر لمدة أسبوع كامل تحت شعار السكري داء يهدد الكلى. الحمد لله لقيت في هذا المركز خدمات طيبة جدا ما تقدر توصفها، من عام النظافة إلى آخر مسؤول في المستشفى. مراكز الكلى بوادي حضرموت أنشئت حتى تلبي احتياجات المواطنين الذين يحتاجون لخدمة الاستصفاء الدموي أو ما يسمى الغسيل. تم إنشائها بعد الاحتياج وبعد ملاحظة المرضى المترددين على مركز الكلى في ابن سينا منذ عام 95 وما بعده. هذا التزايد الرقمي من أبناء وادي حضرموت دفع المحسنين وفي مقدمتهم مؤسسة صلة التنمية شراكة مع غيرها من المحسنين في مطلع الأمر انطلاق من عام 2003. وتهدف هذه الحملة إلى توعية المجتمع بخفض المرض، حيث أن نسبة الفشل الكلوي في ارتفاع، وهو ما استدعى السلطات من افتتاح مركزين لغسيل الكلى، أحدهما في مديرية القطن والآخر في مديرية سيئون. حداد مساعد، قناة بلقيس، سيئون. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. 18 شهيدا في تعز، والمقاومة تتقدم غرب المدينة وشمالها. سنرون حتى تحرير كامل منطقة الزنوج. الجيش والمقاومة يسيطران على مراكز مديرية عسيلان وحريب والمتون. المبعوث الأممي في صنعاء يتحدث عن أجواء إيجابية وبناءة لاستئناف المحادثات. نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم أيضا التفاعل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلقاكم على خير.